أشرف المرسلين، أود أن أشاطركم الرأي في أن وكالة الأنباء الجزائرية هي مؤسسة إعلامية هامة، منبر من منابر الإشعاع للأحداث والمناسبات الوطنية في الداخل والخارج، ومؤسسة تحرص على توثيق يعني كل هذه الأحداث والمناسبات والإشعاع إليها بما يتوافق والرأي العام الوطني والمصلحة العليا للوطن. وباسمكم جميعا أتولى اليوم تنصيب السيد بلدي على رأس هذه المؤسسة، ومرة أخرى شكرا على حسن استماعكم، وتمنيتنا لكم مرة أخرى بالتوفيق والفلاح والنجاح. أشكر سيادة الوزير على الكلمات الطيبة، وأشكر كذلك السلطات العليا على هذه الثقة وهذا على اللي تبوء هذا المنصب وتحمل هذه المسؤولية الصعبة إن صح التعبير، خاصة في هذا الظرف. لا يفوتني أن أحيي المجهودات التي بذلها زميلي المدير العام السابق لوكالة الأنباء الجزائرية من أجل تطوير العمل الوكالاتي إن صح التعبير، وإحنا سنسعى إن شاء الله من أجل على نفس الجهد وعلى نفس الدرب، درب الاجتهاد ودرب العمل من أجل خدمة عمومية كما قلت راقية، ومن أجل لصالح الإعلام والاتصال بصفة عامة ولصالح البلاد بصفة عامة. Mon premier message quand j'étais avant d'être installé, c'était de parler. Je l'ai rappelé, ça a été écrit par un journaliste en 2010 quand j'étais installé, 10 ou 12 décembre. Les trois priorités qui ne changent pas: modernisation, service public et crédibilité. Sans ces trois fondamentaux, ça ne sert strictement à rien d'avoir un immeuble, de dire qu'on a modernisé technologiquement. Il y a une mission qui est d'ordre social, politique, etc., et qui se définit et qui est portée par des gens, mais qui doit être adossée à une vision plus claire que ce qu'on a de service public.